أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلى دور العبادة بالإضافة إلى الدراما والإعلام. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي في إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول نقاشا مفتوحا بين الرئيس السيسي والمراسلين الأجانب في شكل حوار متبادل رد خلاله الرئيس على كافة الأسئلة التي طرحها الحضور.